أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ميت ميت؟ يمكن من أول ليلة. بسيطة. شلون بسيطة يا غاية؟ لازم تروحي لعنده يا خانم، هو كتير زعلان عليه، كتير كتير. قال هذا اللي هربني من الدرك، هذا اللي شاف معي أيام العز كلها، يجي يموت هون بدون سبب. قلت لك خلص أنا بلاقي حل، أنت روح شوف شغلك، جهز العرباية وخليك قريب. حاضر يا غاية. هلا هدول هنن كلهم صرنا عم نشتغل فيهم شهرين. بتعرفي قديش بتسوى هالقنينه؟ قديش يعني؟ بتوزنيها وبتحطي مقابيلها 5 مرات ذهب. اوف، لكان شو هذا؟ زيت الياسمين. هذا بياخدوه بيكسروه بالسبيرتو وبيرجعوا بيعملوا منه بلاوي. مشان هيك. لكان شو مفكره انا لو ما هالياسمين كان فيني وقف قدام سعاد وقبل منا قدام أخي رسلان؟ وقفت وما اعتزتهم، أخدوا أرضي ياخدوها، بس هالضيعة ما بتركها، وهالجنينة الصغيرة اللي شايفتيها كمان ما بتركها. قلك بصراحة أنا أحسن منهم كلهم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بخانم، وشو هالزيارة المباركة هي؟ الله يخليك. تفضلي يا غاية، تفضلي. خليك على راسي. تكرم عيونك يا غاية، هلأ بعد الغداء بتتفرجي وبتنقي الحصان اللي بيعجبك. بس أنا هلأ ماني حاملة مصاري. ها يا عيب الشوم، شو هالحكي؟ هلا وحدة مثلك بنحكى معها بالمصاري. تفضل لك. والغدا؟ نحن جايين نجرب بعضنا، بعدين أنا ما بيمشي معي غدا على الجاهز. ها هلا بندبح. عم بمزح يا أخي، عم بمزح. تفضلي. مع السلامة يا غاية. شرفتي خانوم. شرف مقدارك. أبا الصيف. تفضل يا غاي. شوف. مبروك. حقه اعتبره اندفع. لا خلاص. لا ما خلاص، اكيد بدك تبيعي ارض مشان تدفعي حقه. لك اخي شبنا، ليش ما بتخليني اعرف اتصرف من حالي؟ اختك وحبت تهديك حصان بدال يلي مات، شو فيها؟ طيب قولي لي بس قديش طلب؟ بيني وبين خليل اغا ما في شو طلب وشو عطيته، بعدين انا بعرف قديش بيسو. بقول له تفضل خود، بيقول لي كتر خيرك وانتهى الموضوع. بس فحل ما هيك. لأغاية اشترت له حصان جديد أحسن من اللي مات. إيه بسيطة بسيطة، ما في شي بضل جديد. أنت خليك صاحي لهم وقوع يغيبوا عن عيونك لحظة واحدة، مفهوم؟ شو
العمى شو جابها لهون هي؟ ما خلصنا من الرجال لحتى يلحقونا النسوان. انه ليش هيك عملت الخانو؟ يعني ما فيها تستنى لبكره؟ والله يا اغا يعني الحق حق. ماشي خذ هدول. ليه؟ هدول حق الحصان، هدول زياده. كتر الله خيرك، اصيله بدها اصيله يا اغا. يلا سلام عليكم. شرك. الله يخلينا اياكم. سلام عليكم.